بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. مذ أبصرت عيناي باحة داري، حب الحسين هويتي وشعاري. أحلى وأسهل حاجة تطمئن قلبك وتقضي حوائجك وتسعد روحك قبل شهر رمضان، ومن حلاوتها ستستمر عليها لسرعة قضائها لحوائجك كما يقول علماؤنا الأعلام، وهما وردان وذكران ورداء عن أهل البيت عليهم السلام. أول ذكر هو أن تقول 100 مرة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ثم سل حاجتك. هذا الذكر العجيب والرائع والجميل عندما يتعمق في داخلك وتشعر به روحك، سوف تعلم بأنه فقط الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما تريد. لا يستطيع أحد أن يحقق لك ما تريد إلا بإذن الله. وإذا الله سبحانه وتعالى لم يرد لقضاء حاجتك أن تنقضي أبدا، لا يستطيع لو اجتمع الإنس والجن على أن يقضوا لك الحاجة لن تنقضي أبدا. لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما نفعوك أبدا إلا بإذن الله. فعندما تقول 100 مرة بهدوء بطمأنينة بتركيز وتقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، هنا سوف تتوجه روحك ويتوجه قلبك وعقلك وكل جوارحك فقط إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك سوف تقول فقط ما يريده الله يكون، وما لا يريده الله لن يكون مهما حاولت، ولو كان الإنس والجن لي ظهير وخدمة لن يكون. والذكر الآخر هو أن تقول كذلك 100 مرة، تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صفة هذا الذكر كما يقول الإمام الصادق عليه السلام بأنه يختصر الزمن. عندما كان في زمن نبي الله موسى عليه السلام، هؤلاء العمالقة الذي حاربهم موسى عليه السلام، قال لهم نبي الله موسى عليه السلام سوف نحارب هؤلاء القوم الجبارين، فخشوا من قتالهم. فقالوا إذا كنتم تخشون قتالهم فسوف تبقون أنتم في الصحراء 150 عاما تائهين في الصحراء. فجاء في الرواية بأنهم بدأوا يذكرون الله ويقولون ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأوحى الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام، قال يا موسى هم يذكرون ذكرا له منزل عظيم عندي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فاخبرهم وبشرهم بأن 150 عام تحولت إلى 15 عام. وبهذه الصورة خفف هذا الانتظار الطويل، وهذا هو ما يعمله ويفعله هذا الذكر المبارك، يختصر الزمن فورا ويقضي حاجتك. إذا كانت حاجتك تنقضي ب6 أشهر فبهذا الذكر ينقضي بشهر، وينقضي بأسبوع، وربما ينقضي بنفس اليوم إذا كان قلبك متوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وسوف تجد حلاوة هذين الذكرين قبل رمضان، وإن شاء الله بعد شهر رمضان سوف تستمر في شهر رمضان وبعد رمضان على هذين الذكرين الطيبين الذي رأى فيه العلماء وكل من جربه الخير الكثير والسرعة الفائقة في قضاء الحوائج. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.